وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن أما في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن اسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 631 قضيه من بينها 186 قضيه خبز ناقص الوزن و 171 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات، اما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضيه بمضبوطات بلغت اكثر من سبعه وثمانين طن اقناح محليه